صباح الفل على كل اللي بيشوفوني، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مشروب ساخن جميل سهل خالص، ينفع طبعا لنزلات البرد والكحه والانفلونزا. زي ما انتم شايفين كده المشروب سهل خالص النهارده معانا. سلمى تعبانه عندي شويه، فكنت بعمل لها المشروب دوت، فهي زهقت بجد يعني منه، فقلت لها يا سلمى هعمله على اليوتيوب مع اصحابي وحبايبي وهنعمله مع بعض كده. زي ما انتم شايفين خالص هو مشروب سهل خالص وبسيط يعني، بس قلت لها كمان هحفزك اكتر يعني، قلت هحفزها يعني بحاجة تانية، قلت ان انا هسمي لها المشروب مشروب سلمى على القناة عندي يعني. وجبت لها كمان المج بتاعها، كل واحد من ولادي عامله له مج كده باسمه، فقلت كمان هعمل لك في المج يا سلمى، وعشان يبقى تحفيز ليها يعني تشرب المشروب. المشروب طبعا هو جميل جدا ومحفز، حتى لو مفيش برد يعني، ولا عنده ولا اي حد عنده كحة ولا انفلونزا ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، هو بيدي مناعة للجسم لانه فيه عناصر، المكونات بتاعته العناصر بتاعته غنية، بتدي طاقة للجسم وبتدي كمان بتعزز من مناعة الجسم. زي ما انتم شايفين كده معانا هنا المكون الرئيسي بتاعه ليمون وعسل، والعسل اللي عندي بحبة البركة، وعندي كمان قرفة. انتي لو حابة عسل ابيض عادي، عسل النحل العادي يعني، وتجيبي زيت حبة البركة تحطيها مع المشروب يعني، بعد ما تعملي المشروب تحطي كده ربع معلقة زيت حبة البركة، حلوة جدا. طبعا حبة البركة هي والقرفة والعسل الابيض طبعا للصدر جميلة جدا، بتوسع الشعب الهوائية، بتزود من مناعة الجسم، بتحفز الجسم، بتدي طاقة، بتدي نشاط للجسم عام، طبعا بتمنع اي بكتيريا وميكروبات، بتقتل الميكروبات والبكتيريا خالص طبعا، مع الليمون كمان. فيعني العناصر كلها اللي احنا مكونينها النهاردة في المشروب بتاعنا عناصر ما شاء الله حلوة جدا يعني. والمشروب طعمه جميل وحلو، بس طبعا انتوا عارفين الاطفال اي حاجة بتلككوا عليها يعني. فاحنا قلنا نعمل النهاردة المشروب معاكم عشان سلمى تحفز كده وتشربه، واصدقائنا كمان الحلوين حتى لو ما عندكوش برد ولا انفلونزا، المشروب ده حلو قوي ومفيد جدا ومليان بالعناصر الغذائية المفيدة. شايفين كده احنا هنبدأ دلوقتي نعمله. حطيت معلقة عسل، عسل ابيض، وحطيت كمان يعني نص معلقة قرفة كده. لو عندك قرفة عيدان عادي مفيش اي مشكلة ممكن تحطيها، لو عندك كمان قرنفل ممكن تحطيه اللي هو مطحون او اللي هي يعني سليم كده يعني، القرنفل عادي مفيش مشكلة خالص هيديكي نفس الفايدة. وحطيت هنا ليمونة، عصرت ليمونة وحطيتها، وبدأت اضيف كمان عليها هنا المية السخنة. مشروب سهل خالص خالص مفيهوش اي مشكلة خالص، بس فعلا فعلا جميل جدا لنزلات البرد، حلو قوي اللي عنده انفلونزا، اللي عنده زكام، اللي عنده كمان اللي عنده بلغم على الصدر، فده حلو قوي، بيزيل البلغم، بينظف الشعب الهوائية. عايزة تستخدميه هو سخن، عايزة تستخدميه بعد شوية ما يهدى شوية ويبرد. طبعا قلبته كده وسبته، وبعد كده ممكن عايزة تصفيه عادي صفيه، عايزه تسيبيه كده هو هيروق تحت خالص، القرفه هتنزل تحت وهتروق، وتشيلي طبعا الشوائب اللي فوق الوش دي كلها، مفيش اي مشكله خالص. نزلات البرد ليها وصفات كتيره حلوه ومفيده. انت طبعا لو الموضوع يعني جامد شويه هتبقي تاخدي انتبيوتيك علاج كده، بس المشروبات السخنه يعني السخنه والحاجات الطبيعيه مفيش احسن منها بجد يعني، بتساعد معاكي جامد وبتدي تعزيز للجسم ومناعة جامدة للجسم، فبيساعد مع الأدوية. زي ما انتم شايفين كده انا قلبته خلاص، وهبدأ اغطيه عشان الزيوت العطرية ما تطلعش يعني، ما تطيرش بره، تفضل موجودة محتفظة في المج. هغطيه واسيبه يهدى كمان شوية كده، وعادي بقى تستخدميه في اي وقت عايزة تستخدميه عادي، عايزة تعملي كمية وتطلعي تدفي منها يعني تشربي الصبح انت او عيلتك او اي حد تعبان، او حتى يعني كمناعة لقدام من غير تعب ولا اي حاجة، فهو مشروب حلو قوي ومغذي وكويس جدا. زي ما انتم شايفين كده هو النهاردة المشروب بتاعنا سهل خالص،
كمان اللي عنده برد لو حابة كمان تضيفي مع يعني ممكن معلقتين اللي هي الطحينة اللي هي العادية اللي احنا بنعملها في البيت ديت، الطحينة بتاعة الأكل، ممكن انت تجيبي منها معلقتين طحينة، معلقتين كبار، ومعلقة عسل أبيض. دي وصفة تانية يعني اللي حابب يستخدمها لنزلات البرد والكحة والسعال الديكي والحاجات اللي بتحصل في البرد اللي احنا فيه ده. معلقتين طحينة ومعلقة عسل أبيض ومعلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة زيت حبة البركة. زيت حبة البركة مفيد جدا وقوي جدا مع الكحة والحاجات اللي بتصيب الجهاز التنفسي في العموم، وتخلطيهم على بعض. وممكن تعملي كمية وتحطيهم بقى في درج التلاجة، تحطيهم على رف التلاجة قصدي، وبعدين تستخدميهم معلقة يوميا على الصبح. جميلة قوي. الفيديو سهل خالص وبسيط، يا رب يعجبكم. سلام.